مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم فطوري وسحوري حيكون وين؟ في مطعم وكافيه ورد. الأجواء جميلة هذه، يعطيك العافية. يا سلام. الحلو عند ورد مسوين بوفيه مفتوح حق الفطور والسحور، ما شاء الله. كبسة، شوفون بعد ما دجاج، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفون كيف هذه للشخص الواحد تكون 30,000 دينار، وبالنسبة للسحور راح يكون 15,000 دينار. المأكولات مختلفة ومتنوعة ما شاء الله، شوفون كيف ترتيب عدل. يا سلام. حلو عندك جلسة داخلية جميلة مثل هذه، جلسة أوتدور حلوة بعد. الحين بنروح البوفيه عشان ناخذ أكل، بس ناخذ أكل على الكمية اللي نحتاجها، ما يكون شيء كثير عشان ما يندب بعدين. يا سلام. يا سلام. جينا وقت السحور عندهم، نشوف شو مسوي. ما شاء الله بوفيه كامل مكمل، شوفون كيف. يا سلام، كل شيء مسوين عندهم ما شاء الله، كل شيء كل شيء كل شيء يا جماعة، ترتيب على آخر ما شاء الله. الأجواء عندهم في الليل جميلة ما شاء الله، شايفين كيف ما شاء الله. شوفوا أجواء السحور كيف جميلة جميلة ما شاء الله.